عندنا الحقيقة كنا اتكلمنا عن موضوع التبرع بالبلازما، بقالنا يعني عدة أيام والأسابيع يعني نتكلم على التبرع بالبلازما. اتكلمنا أيضا على فكرة إن الناس بتشتري، إن في بقى في سوق سوداء لبلازما المتعافين، خاصة وإنه في تقارير كثيرة سواء مصرية أو غير مصرية تتحدث عن يعني نجاح البلازما في بالذات مع الحالات الحرجة. وكان معنا أيضا إحدى المبادرات في السوشيال ميديا التي يعني دعمتها السوشيال ميديا، حملة شعبية لتنظيم البلازما أو تنظيم التبرع بالبلازما، معنا عبر سكايب الأستاذ عمرو علي أحد المتعافين من كورونا ومتبرع بالبلازما. مساء الخير يا أستاذ عمرو. مساء الخير أستاذ لميس. يعني أولا الحمد لله على سلامتك. قول لي بقى أنت أولا أصبت بالكورونا إزاي وعدت عليك إزاي، والحمد لله أنت كويس بخير الحمد لله. الحمد لله. هو كان أنا أصبت بالكورونا لأني كنت مخالط لجوز أختي، كان مريض بالكورونا وتوفى في مستشفى العباسية الحميات العباسية يوم 26 رمضان. فطبعا كان لازم حد يقوم بإجراءات التجهيز والغسل والدفن والحاجات دي. طبعا أنا اللي كنت مخالط ليه وأنا اللي كنت بقوم بالدور دوت. فيبدو يعني طبعا من خلال بقى تواجدي في المستشفى والقيام بالعملية دي يبدو إن أنا خدت يعني العدوى. ابتديت أحس بالأعراض وبالتعب، يعني مع اللي هي ليلة كان صباح العيد رحت مستشفى حكومية اللي هي مستشفى عين شمس العام، دي أقرب حاجة ليا. كان الكلام ده يوم الأحد، يوم الخميس قالوا لي تيجي تكشف يوم الخميس. رحت يوم الخميس كشفت وعملوا لي تحاليل وحددوا لي مسحة بعدها بفترة كبيرة. فالصراحة ما يعني على ما جه ميعاد المسحة حددوا لي مسحة بعدها بسبعة أشهر يوم. المهم يعني تعالجت في البيت وعزلت نفسي طبعا عن زوجتي وأولادي، والحمد لله عدت الامور على خير. اخذت الادويه اللي يعني المسكنات والحاجات المنتشره على السوشيال ميديا، اطباء كتير اقترحوهم. بس الحمد لله ابتديت ان انا اتعافى بعد العيد بحوالي 8 ايام او 9 ايام حاجه زي كده. بس بعدها طبعا سمعت عن الحمله بتاعت الدوله لان احنا نتبرع بالمتعافين، نتبرعوا بالبلازما. كنت بتتكلم على فكره التبرع، عن بالتبرع بالبلازما، عرفت امتى موضوع التبرع بالبلازما وايه اللي شجعك على هذا الامر؟ هو طبعا انا سمعت الاول عن المركز القومي لابحاث الدم يعني طالبين متعافين يتبرعوا بالبلازما، فحاولت ان انا اتواصل معاهم بحيث ان انا اتبرع بالبلازما. طبعا الحمد لله رب العالمين، ربنا عافاني يعني كويس. وطبعا يعني كميه الناس اللي تعبانه واللي بتتوفى في المستشفيات العامه شفتها بعناية، حاجه تخلي يعني اي انسان لو في ايده اي حاجه يعملها، حتى لو بيتبرع بجزء من دمه او حتى بيتبرع بجزء من جسمه بحيث ان هو ينقذ الناس اللي فعليا بتموت حقيقي يعني. فطبعا ده دور يعني على كل انسان ان هو يعمله يعني. بس وبعد كده يعني تواصلت مع حملة الدولة، بس كان ليهم اشتراطات صعبة جدا، لازم يكون في مسحة إيجابية وبعدها مسحتين سلبيتين، وده صعب جدا في المساء يعني في المستشفيات العامة، لأن طبعا عليها ضغط كبير جدا مش قادرة تعمل مساحات للناس المريضة أصلا. فالمهم يعني ما قدرتش أتبرع عندهم. وبعدها بيوم تقريبا ظهرت على السوشيال ميديا الحملة الشعبية للتبرع بالبلازما لمرضى كورونا. أول ما شفتها يعني تواصلت معاهم، تاني يوم الصبح على طول كلموني ووصلوني بأهل مريض. رحت معاهم عملوا لي اختبارات في مستشفى خاص، طلع فيه الحمد لله أجسام مضادة للكورونا، وتبرعت لهم بالكيس البلازما. والحمد لله يعني، وربنا يا رب إن شاء الله يكون فيها شفاء. وفي حاجه بعد اذن حضرتك يعني عايز يعني حاجه مهمه جدا، الناس اللي تعافت من الكورونا لازم يعني يبقى في تشجيع ليهم، في توعيه اكتر، لان ناس كتيره فعلا بتبقى عايزه تعمل خير لكن مش عارفه. زي صحيح. انا قعدت حوالي 3 ايام ادور ازاي ان انا اروح يعني افيد، اقدر ان انا افيد حد. يعني هي الفكره، انا ربنا شفاني.
ايه التسهيلات اللي انت شايفها؟ يعني فعلا فكره انها لازم يكون في 3 مساحات، ولازم يعني قول لي ايه الحاجات اللي انت شايف انها لازم تتسهل علشان تشجع الناس على التبرع بالبلازما. هو من خلال تجربتي، من واقع تجربتي طبعا، 3 مساحات دي حاجه صعبه جدا. وبعدين في ناس يعني تعبت وتعافت في البيت، يعني انا برضو يعتبر ما كانش ليا اجراء حكومي او مش مثبت في دفاتر. والشخص اللي بيروح علشان يتبرع بالبلازما، اول حاجه بيعملوا بياخدوا منه عينه، بيعملوا له تحليل للاجسام المضاده. هل الشخص ده الاجسام المضاده اللي في جسمه في 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 الدم بتاعه، في البلازما بتاعته، اجسام مضاده للكورونا؟ فده يصلح انه يتبرع لاي حد. ونسبتها معقوله قد ايه؟ لان برضو ليها وقت ان انت تكون تعافيت بعدها، من 14 ل 20 يوم تقريبا او حاجه زي كده. فبيعملوا تحليل في اجسام مضاده، يعني كميه مناسبه او عدد مناسب، فبتقدر تتبرع. وده تحليل يعني لو هيكون من خلال مستشفيات الدوله مش من الحاجات المكلفه قوي. ولو في توعيه من خلال برامج دعم طبعا محترمه زي برنامج حضرتك وبرامج اخرى وقنوات تانية، الناس فعلا هتروح كتير. احنا محتاجين للبلازما، يعني محتاجين للبلازما، محتاجين توعيه اكتر، محتاجين تسهيل للاجراءات بشكل كبير، لانه موضوع التلج يعني حضرتك بقى قعدت 3 ايام تحاول تروح تتبرع، فبالتالي مين اللي هيروح يقعد 3 ايام؟ الناس هتزهق. بالظبط. وفي حاجه تانية، عفوا يا مدام لميس، يعني انا في خلال جولتي ديت، في انا دكاتره في المستشفى اللي انا رحتها، البنك الدم الخاص اللي رحته، قالوا لي ان انا اقدر اتبرع بالبلازما تاني مره بعدها ب 12 الى 14 يوم. فانا سجلت نفسي عندهم، قلت لهم هاجي لكم حتى لو ما فيش مريض، ويعملوا لي تحليل اجسام مضاده، لو في هديهم بلازما، عفوا حتى لو هم هيبيعوه، هو في الاخر هيوصل لمريض. والله لو في متبرع ساعتها يبقى يعني افضل طبعا، ما فيش هتبرع بيه تاني. بس ما فيش اجابه طبيه واضحه للموضوع ده. والسؤال الطبي التاني، عفوا برضو، ان الاجسام المضاده اللي موجوده في جسم المتعافي زي مثلا بتفضل موجوده في جسمه قد ايه؟ لان سمعت كلام من الاطباء يقول لك بعد شهر الاجسام المضاده دي بتروح او عددها بيقل او بتضعف، فمش هتصلح ان انت تتبرع تاني. انا حاولت كتير جدا اوصل لاجابه طبيه في دي، ان انا مثلا انا او غيري هنقدر نتبرع تاني ولا لا. فدي بصراحه انا يعني تواصلت مع اطباء كتير جدا، منهم اطباء الحمله الشعبيه، ومفيش اجابه واضحه. فطبعا يا ريت من خلال برنامج حضرتك احنا نحاول نسال الدكاتره، ناشد وزاره الصحه ان هي تقول اجابه شافيه. صحيح. او قانون يمشي على كل بنوك الدم وعلى كل المستشفيات والمتبرعين. لو في امكانيه نتبرع تاني، انا مش هخسر حاجه خالص. البلازما هي عباره عن الميه اللي في الدم، مجرد ان انا هشرب ميه كتير وسوائل كتير خلال اسبوعين هقدر ان انا اتبرع تاني. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك اولا على التبرع يا استاذ عمرو، على هذه الروح، بشكرك على احساسك بالاخرين، على ان انت اصريت 3 ايام ان انت تفضل يعني عندك اصرار عشان تروح تتبرع. فانا الحقيقه بشكرك، يعني دي مشاعر جميله، ولما الواحد بيشوف حد جنبه تعبان فبيحس ان هو يقدر ان هو يساعد ولو ببعض الدم، يعني زي ما بنقول. فيعني الحقيقه انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمرو علي. عفوا مدام لبيس، بعد اذن حضرتك في حاجه مهمه قوي برضو. اتفضل. يعني يمكن في نفس الاطار واجهتني برضو من خلال يعني احتكاكي بموضوع جوز اختي اللي توفى وكده، متوفين الكورونا. أيوة. متوفين الكورونا مش بنلاقي حد يغسلهم ولا صحيح. حد يدفنهم ولا حد يشيلهم. انا يعني في حالتي الشخصيه جوز اختي، انا حاولت اجيب ناس ادفع لهم فلوس عشان يجوا يساعدونا يشيلوا عشان مساله الدفن وكده، ما لقيتش. في حمله انا برضو شفتها على السوشيال ميديا، برضو ناس بتتبرع ان هي تغسل المتوفين بتوع كورونا بالمجان. انا حاولت اتواصل معاهم بصراحه، بقالي برضو 4 5 ايام مش ما حدش رد عليا. دي يعني يا ريت اللي اشترك فيها، المتعافي من كورونا بيبقى عنده مناعه يا جماعه، يروح ده ثواب لله، مسلمين ومسيحيين. ويا ريت برضه يكون في، يعني حضرتك لو اثرت النقطه دي نقطه مهمه جدا. تخيل حضرتك فعلا عندك حاله وفاه في البيت ومش لاقي حد يغسله او يدفنه او يقوم باكرامه. صحيح. موضوع قاسي جدا، موضوع قاسي جدا قاسي جدا قاسي. حضرتك انا دورت على ناس ادفع لهم فلوس عشان يعني اكرام المتوفى اللي عندنا، كانت مساله صعبه جدا. عشان كده ابتديت ادور على حاجه زي كده على النت،
شفت الحملة دي، لكن بصراحة بحاول أتواصل معاها احنا بقالي 4 أو 5 أيام. نتواصل معاهم، وانا فعلا معاك حق، عايزين يعني دي فعلا قضية مهمة جدا، لانه بيبقوا جدا قضية يا فندم، شديدة جدا القسوة الحقيقة، شديدة القسوة حقيقي، يعني تخيل في حالة وفاة ومش لاقي حد يقوم بإكرامه ودفنه، صحيح صحيح حتى أي حد بيبقى خايف. المسألة يعني مسألة شديدة الحساسية، وما تقدريش تضغطي على حد، لا من القرايب ولا من المعارف ولا من ولا حتى طبعا من اللي شغالين طبعا معاكي أو عندك، طبعا. مسألة قاسية جدا. يعني عفوا طبعا ما طولت لا على لا لا حضرتك، بس بالعكس، ده موضوع قضية مهمة جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا لإثارتها، أستاذ عمرو علي أحد المتعافين من الكورونا وأيضا متبرع كريم بالبلازما.